مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وعندنا كلام كتير الحقيقة على النادي الأهلي وعلى الفترة اللي جاية. مباراة فيتا كلوب هتبقى مباراة مهمة جدا وحاسمة بشكل كبير، ونهتم جدا ونتمنى طبعا يكون النتيجة فيها إيجابية والأداء كمان إيجابي بالنسبة طبعا لكل جماهير النادي الأهلي. كلام كتير مع نجمنا اللي منورنا ومشرفنا في استوديو السادسة، كابتن إيهاب المصري نجم المقاولين العرب السابق. برحب بيك يا كابتن، منورني. أهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد جدا بتواجدي معاكم النهارده في قناه النادي الاهلي، وسعيد بتواجدي مع حضرتك اكيد. احنا اسعد اكيد. وخلينا نبدا معاك من مباريات اللي فاتت الاخيره للنادي الاهلي، ازاي شفتها، ازاي تابعتها، وازاي تابعت عوده يمكن بعض اللعيبه. خلينا نتكلم على جونيور اجاييف في مباراه طلائع الجيش. طبعا يعني من مكاسب طبعا كاس العالم للانديه او بطوله كاس العالم للانديه كانت هي عوده جونيور اجاييف تاني للملاعب بعد اصابته وغيابه 3 شهور عن الملاعب. اعتقد هو اضافه قويه جدا لخط هجوم النادي الاهلي، قوه هجوميه لا يستهان بها في خط هجوم النادي الاهلي. لعيب عنده حلول كتيره جدا سواء على الطرف او في مركز المهاجم الصريح، هيقدر يحل كتير قوي لمستر موسيماني في الحته دي، ممكن يقدر يلعب مهاجم صريح. فعودتهم هي من اهم المكاسب اللي انا شايفها الفتره اللي فاتت، ودي من المكاسب برضو اللي هي كاس العالم للانديه. اداء النادي الاهلي الفتره اللي فاتت طبعا في ناس كتيره جدا من جمهور النادي الاهلي مش راضيه تماما عن الاداء، او في تذبذب شويه. ماتش سيمبا كانت خساره بهدف وما كانش الاداء مطمئن، ماتش طلائع الجيش برده كانت نفس القصه، الاداء ما كانش مطمئن بشكل كبير. مكسب بس الجمهور كان قلقان شويه، وكان النادي الاهلي كان دفاعيا كان في بعض القصور، كان في بعض المشاكل في قلب الملعب عند النادي الاهلي في الماتش اللي فات، وده طبيعي جدا. يعني انا شايف ان المستوى النادي الاهلي بعد بطوله كاس العالم للانديه هو ده الطبيعي، اللي المستوى ينخفض شويه. بس الاهم حاجه في الفتره اللي بعد لما توصل لقمه مستواك في تحقيق البطولات وقمه مستواك الفني والبدني والذهني وكل حاجه، طبيعي هيجي بعديها فتره اللي انت مستواك يقل. يعني اهم حاجه وانت مستواك بيقل مكاسبك يعني ما تخسرش كتير، تطلع باقل يعني الخسائر من الفتره دي. حضرتك شايف انه بعد ضغط المباريات في كاس العالم للانديه والبطولات اللي قبلها وتلاحم المباريات، طبيعي ان اي فريق ما يبقاش في التوب فورم بتاعه بعدها؟ أكيد طبعا. بس المهم انه محافظ على المكسب، مهم الثلاث نقط. اهم حاجه ان انا افضل اكسب لغايه ما اقدر استجمع قوتي تاني، واقدر استجمع لعيبتي المصابه، لعيبتي الغايبه عني، اقدر ارجع كل حاجه. فاعتقد النادي الاهلي ماشي في الطريق ده. في ماتش سيمبا كان خساره، كنا نتمنى طبعا على اقل حاجه التعادل هناك. ماتش طلائع الجيش كان في روح في الملعب بعد التقدم ضد طلائع الجيش بهدف، قدر النادي الاهلي يرجع تاني عن طريق اجاييه، اللي هو زي ما اتفقنا اللي هو احد اهم المكاسب عودته الفتره اللي فاتت. طبعا في بعض المشاكل في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، او بمعنى اصح يعني انا شايف السوليه مثلا بعد كورونا لسه مستواه البدني، لكن هو طبعا من اهم اسباب فوز النادي الاهلي ببطوله افريقيا، واهم اسباب فوز النادي الاهلي بالدوري الموسم اللي فات كان عمرو السوليه. المستوى البدني بعد بطوله كاس افريقيا لسه بيحاول يرجع نفسه تاني. ديانج غيابه مؤثر بشكل كبير. قفشه برضو لما بيبقى في مستواه او في التوب فورم بتاعه بيبقى بيعمل شكل للنادي الاهلي، بيعمل استحواذ للنادي الاهلي، بيعمل ربط كويس قوي ما بين الناحيه نص ملعب النادي الاهلي وخط هجومه. طاهر محمد طاهر وعودته من الاصابه برضو ماتش طلائع الجيش عوده مهمه جدا. بواليا واحتياجه لاحراز اهداف لكسب ثقه النادي جمهور النادي الاهلي، دي كلها الفتره اللي فاتت كانت يعني دي مشاكل في فرقه النادي الاهلي. بيحاول مستر موسيماني على قد ما يقدر يظبط الامور شويه، بس ان شاء الله يعني مكسب طلائع الجيش يدي دفع لماتش فيتا كلوب اللي هو اهم من اي حاجه دلوقتي، لان ماتش فيتا كلوب ما يقبلش اي حاجه غير يعني غير مكسب. بتشوف ازاي دلالات يا كابتن انه بالرغم من اصابات كتير حضرتك ذكرتها، يعني انا كنت اقول حضرتك قلتها وضغط المباريات اللي اتكلمنا عليه وتلاحم المباريات، الا ان النادي الاهلي قادر يحقق النتيجه الايجابيه. نتكلم عن مباراه طبعا طلائع الجيش، لان النادي الاهلي الانديه الكبيره عامه، والنادي الاهلي ما بيبقاش بيعتمد على 11 لعيب بس، النادي الاهلي عنده 30 لعيب كلهم في نفس المستوى. اي 11 بيلعب باسم النادي الاهلي او بتشيرت النادي الاهلي يقدر
يغير من نتائج ويغير من شكل النادي الاهلي ويعمل فروق فرديه كبيره جدا في بينه وبين اي فرقه في الدوري. فعوده يعني مثلا الماتش اللي فات كان في حسين الشحات في ماتش سيمبا ما كانش موجود، حسين رجع ماتش اللي فات، اعتقد النهارده انا ما اعرفش حسين كان في كدمه او اعتقد حاجه كده في بس ان شاء الله يقدر يحقق ان شاء الله باذن الله، لان حسين برده قوه كبيره جدا في خط هجوم النادي الاهلي. اتمنى له التوفيق، واتمنى له لحسين عنصر مهم جدا في النادي الاهلي، اتمنى له التوفيق واللي هو يكون عند حسن ظن الجمهور ان شاء الله باذن الله. مستر موسيماني بيحاول يعمل الروتيشن بشكل كويس قوي، الاصابات كمان بتجبره على كده، بيحط طاهر شويه، لما طاهر اتعور رجع اجاي، يحط كهربا مكان حسين، بواليا محمد شريف مكانه، فهو في عمليه تدوير في نص الملعب. النادي الاهلي بيمتلك خط وسط قوي جدا، ديانج، حمدي فتحي، السوليه، اي اتنين من الثلاثه بيلعبوا، اكرم كمان معاهم بصراحه كمان، عشان يعني في حلول كتيره. بس العنصر المهم جدا اللي النادي الاهلي مفتقده في ظل الاصابات دي طبعا يعني هو علي معلول. علي معلول طبعا يعني محمود وحيد لعيب كويس ولعيب عنده امكانيات كبيره جدا وبيتمتع بمهام هجوميه كبيره جدا وعنده امكانيات فنيه عاليه، بس علي معلول ما بيع يعني لا بديل له. يعني انا شايف اللي هو ملوش بديل، ما حدش يقدر يعوض غياب علي معلول، ودي بتاثر بشكل كبير جدا على الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. علي معلول لما غيابه تاثيره الهجومي واضح جدا على النادي الاهلي، حل من الحلول ومفتاح لعب كبير جدا للنادي الاهلي، مفتاح لعب هجومي بيادي بشكل كويس قوي. فالنادي الاهلي مفتقد لعلي معلول الفتره اللي فاتت، واعتقد اتمنى يلحق ماتش فيتا كلوب يعني، لان هو عنصر مهم جدا من الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم فعلا على المهاجمين بقى اكتر، يعني خلينا نتكلم على الخط اللي قدام ده. تمام. بتقيم ازاي وولتر بواليا، محمد شريف، مروان محسن، وبترتبهم ازاي؟ بتشوف مين افضل، مين المفروض موسيماني يبدا بيه دايما؟ هو محمد شريف طبعا كبدايه موسم كان بادئ بشكل كويس جدا، بعد عودته من الاعاره ادى بشكل كويس، احرز 4 اهداف، وكان بيأدي بشكل كويس جدا، وتوسمت فيه جماهير النادي الاهلي اللي هو مهاجم النادي الاهلي القادم، وهو المهاجم اللي هيعوض النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي عن فتره ما بعد عماد متعب. يعني النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي كان بيدور على فيرود بالحجم ده، فهو اعتقد كانوا شايفين في محمد شريف الحل الامثل. جه بواليا طبعا بين الدورين، او في الانتقالات اللي في انتقالات يناير جه بواليا. بواليا شفناه كلنا في الدوري المصري، فيرود محترم، فيرود بيعرف يجيب جوان مع نادي الجونه، كان بيأدي بشكل كويس جدا. ف يعني للاسف لسه لغايه دلوقتي مع النادي الاهلي بواليا في سوء توفيق بيقابله، بيحاول على قد ما يقدر، بس هي يعني الفيرود محتاج جول عشان يفتح معاه. يعني اعتقد بواليا لو خد ثقه بالتهديف، هو اوريدي جاب انا فاهم جاب هدف في ماتش المريخ، بس لا يعني عايز استمراريه في التهديف. بالزبط. الاستمراريه دي هتيجي بقى عشان ترجع له ثقته بنفسه تاني، لان هو برده عليه ضغوط كبيره ان هو جاي النادي الاهلي. اللعب في النادي الاهلي مع احترامي للانديه الثانيه طبعا مختلف تماما. الضغوط وحمل يعني كميه الضغوطات اللي موجوده في النادي الاهلي او في نادي اي انديه كبيره بتبقى مشكله كبيره جدا، عكس الجونه، عكس الانديه اللي هي في الوسط. الضغوط بتبقى مختلفه تماما، اللعب تحت الضغط العصبي وضغط البطولات وضغط المكسب الدائم ده، واللي انا لازم ابقى اظهر بشكل كويس ولازم احرز اهداف على طول، ده بيخليه تحت ضغط. بواليا ماتش الجيش ممكن ناس كثيره تنتقده، بس بواليا انا شايف حتى في الجون الثاني هو كان ليه دور كبير قوي، مشاكسته واللي هو يقدر يعني، هي طبعا دي من احد المهام اللي هو مطلوب يعملها، بس هو شاكس على الكوره عشان يقدر يجيبها جونيور اجاي. فبواليا عنصر مهم جدا، وانا شايف اللي هو مكسب للنادي الاهلي، يعني لسه هيجي ان شاء الله بواليا، يعني شايف ان لسه جاي، يعني لسه جاي لاف يو كده، بس ده يمكن قعد سنه كامله يعني، وبعد كده شفناه من افضل المهاجمين. ما هو انا كمهاجم انا ببص برضو بواليا، ما هو بواليا بيتحرك، في بواليا في ماتش الانتاج بيسقط لتحت عشان يحط لحسين الشحات، بواليا بيفضي للفراوده اللي تيجي من تحت، بيفضي الكهرباء، بيفضي لطاهر. بواليا يعني هو مهاجم مطلوب منه احراز الاهداف، بس برضو ليه ادوار ثانيه اللي هو يساعد زمايله، بيسند زمايله، يبقى محطه لزمايله. فبواليا ليه شغل تاني بيعمله، اكيد مستر موسيماني شايف الكلام ده والا ما كانش هيلعبه اكيد. مروان محسن طبعا مهاجم يعني مهاجم كبير، وبيقابله سوء توفيق كبير جدا مع النادي الاهلي، في حمله يعني او في انتقادات كبيره قوي بتتوجه لمروان على السوشيال ميديا. يعني فاهمه حضرتك انه ساعات بتبقى بزياده ان هي ممكن تهد حد، هو اكيد بيتابع واكيد طبعاً بيوصل له،
نفسيا هو بشر في الاول وفي الاخر يعني طبعا. يعني لعيب الكوره ما يستحملش الضغط العصبي ده أي كله. اي انسان ما يستحملش انه يشوف على نفسه كلام كتير انتقادات بالشكل ده. انا مش بتكلم على فكره، انا دايما والله بقول الكلمه دي، انه مش بتكلم على الانتقادات الفنيه، لانه من حق اي حد ينتقد فنيا، انا بتكلم على التجريح والاساءه وما بعد ذلك، ده اللي مش مسموح. اتفق جدا معاك، يعني هو الانتقادات الفنيه دي اي لعيب معرض ليها، وانت بتلعب في النادي الاهلي انت مطالب ان انت تبقى مهاجم النادي الاهلي، لازم يبقى يحرص كل ماتش، او لما بيجي لك مثلا خمس ست كور في الماتش لازم يبقى ليك دور، ولازم تجيب على الاقل جونين منها، لازم يبقى ليك دور هجومي كبير جدا مع النادي الاهلي الجمهور يحسه. انما اللي وصل ليه التجريح لمروان ده، انا برفضه تماما. لكن النقد الفني لا، مروان لازم برضو يقف مع نفسه شويه في النقطه الفنيه. مروان مهاجم كبير عنده خبرات دوليه كبيره، لازم يعرف اللي هو ممكن يزود على نفسه ويشتغل على نفسه اكتر، هتلاقي الكره بتمشي معاه، وما يحطش نفسه تحت ضغوط اللي انا لازم اجيب جول. طول ما هو حاطط الضغط العصبي على نفسه اللي هو عايز يجيب جول دايما، الكره مش هتخش او الكره مش هتطلع. هو يركز يعمل اللي عليه ويشتغل ويجتهد اكتر ويتعب، هتلاقي الكره لوحده، هي الكره بتطلع لوحدها. مين افضل خمس مهاجمين في الدوري المصري حاليا من وجهه نظر حضرتك؟ اسماء الدوري المصري دلوقتي يعني مصريين بقى ولا مش اي حاجه، مش مهم، محترفين مصريين. انا بشوف احمد ياسر ريان، بشوف محمد شريف، بشوف اموتو، اوستن اموتو بتاع النادي المصري. تمام. كان مصطفى محمد طبعا يعني رقم واحد بالنسبه للسيتي، هو دلوقتي متألق طبعا في الدوري التركي. في حسام حسن طبعا، حسام حسن لاعب نادي سموحه. في مين تاني؟ في اعتقد عمر السعيد، يعني عمر السعيد بيأدي الفتره اللي فاتت بشكل كويس جدا. هنتكلم اكتر يا كابتن على المهاجمين اكتر الفتره دي مقارنه بفتره لعب حضرتك، بس نروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن ايهاب المصري. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه نورني كابتن ايهاب المصري. هنتكلم اكيد على مباراه فيتا كلوب، بس لازم كمان نروح معانا تليفون مهم جدا من نائب رئيس نادي فيتا كلوب الكونغولي مستر باتريك بانيشاي. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. ايوه انا اسمحي لي الاول بعد الترحيب اني اقول لكم ان انا السكرتير العام وليس نائب رئيس مجلس الاداره، واشكرك للترحيب. السكرتير العام لنادي فيتا كلوب الكونغولي طبعا منورنا. وخليني اسال حضرتك في البدايه، ازاي شايف المواجهه المرتقبه بين النادي الاهلي ونادي فيتا كلوب طبعا في افريقيا يوم السبت اللي جاي ان شاء الله؟ نعم طبعا المباراة بننتظرها، لان ان احنا نتقابل مع اكبر فريق في افريقيا، هو طبعا احنا على اكاد انه ماتش سوف يكون بمثابة المنافسة على الشرف. وانا شايف ان طبعا كما حضراتكم تعرفون الداتا الستاتستكس داتا اللي عندنا على مستوى الافريقي كله، افريقيا هو على المستوى الاول على مستوى الافريقي، ويليه بعدي الفيتا كلوب. وبالتالي النهارده الفريقين يعتبروا متقاربين، وفي هذه الحاله الماتش ده مطلوب ان احنا نقدم ماتش كلاسيك لتاريخ الكره طبعا، لان القيمه اللي بتمثلها الفرقتين هتظهر ان شاء الله في هذه المباراه. طيب خليني اسال حضرتك عن يعني اسباب حضور فريق فيتا كلوب مبكرا للقاهره قبل مباراه يوم السبت ان شاء الله مع النادي الاهلي. جم بدري قوي، الفريق جه بدري القاهره، عايزين نعرف طبعا الاسباب. ونورتونا طبعا. وصل الفريق للقاهرة طبعا بعض الشيء قبل الميعاد، لأن كان عندنا مباراة في السودان مقابل المريخ السوداني.
كينشاسا، وطبعا كان في كينشاسا ولعبنا الماتش اللي كسبناه بنتيجة 4-1، وبالتالي احنا كان اننا كان قدامنا اختيارين، يا اما نرجع من لكينشاسا مباشرة ثم العودة للقاهرة، وبالتالي كنا هنفقد يومين تدريب، طبعا اليوم اللي كنا هنسافر فيه وبعدين هنقضي ليلة في أديس أبيبا وأخيرا نقدر نوصل لكينشاسا. وبالتالي طبعا حضرتك عارفة ان ده كان هيأثر على عدد أيام الشغل أو التدريب المتحرك، وبالتالي قررنا ان احنا بدل ما نقعد يومين ثلاثة في كينشاسا ونرجع نسافر مباشرة للقاهرة بعد ذلك، كان الاختيار طبعا ليس هو الأفضل، وده بتكلم طبعا على مستوى ليس فقط البدني ولكن النفسي، وكذلك عدد ساعات السفر كان يعني ان احنا نبقى بنصل الساعة 1:30 فجرا قبل المباراة، كان ده طبعا شيء صعب. ولما طبعا بصينا لهذه الامور جميعا قلنا ان طبعا علشان نوفر الجهد على لاعبينا ونوفر لهم كذلك الفرصة للتأقلم، قررنا ان احنا يعني كانت الافضلية ان احنا نسافر مباشرة من الخرطوم الى القاهرة بدء عوضا عن اننا نرجع لكينشاسا، طبعا علشان نتفادى خسارة 4 أيام متتالية. قد ايه فوز فريق فيتا كلوب على المريخ بنتيجة عريضة زي دي وتسجيل 4 أهداف كمان على ارضه فارق مع معنوية لعيبة الفريق، وازاي باصين هم لمباراة النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتكون يوم السبت؟ طبعا الفيتا كلوب هو دايما عندنا الإيجابية والروح الإيجابية، احنا عمرنا ما بنتهاون بقدرات المتنافس، كل منافسينا هم منافسين كبار، واننا النهاردة نصل لهذه المستويات من التنافس معنى ان احنا بنحترم منافسينا. الاهلي طبعا لن نتهاون في من هو الاهلي، ونحن نعرف كذلك الكرة المغربية وبنلعب كل سنة مع فرق سواء مغربية ومصرية زي الزمالك والاهلي وفرق افريقية اخرى، طبعا ده كذلك بغرض ان احنا نحسن من مستوانا، بنلعب مع المغرب كل سنة، احنا النهاردة بقول ان احنا على ذات الدرجة أو المستوى من الروح الإيجابية والرغبة في اللعب بقوة، لأننا عايزين نقدم كرة ذات هدف وذات قيمة. من وجهة نظرك ليه فريق فيتا يعني خسر في الجولة الأولى من سيمبا التنزاني على أرضه، من وجهة نظرك كانت إيه أسباب الخسارة للمباراة دي؟ طبعا من الواقع ان احنا خسرنا قدام سيمبا على ارضنا، وذلك بسبب بسيط جدا هو ان كانت البدايه غير موفقه، يعني كانت بدايه المباراه ليست هي الافضل بالنسبه لهذه الدرجه من التنافس، وطبعا ترتب على ذلك ما رايتوه على المستوى الماتش ككله، الفريق كان ممكن ان هو يتصرف بطريقه مختلفه بنفس اللاعبين، ولكن كان ممكن ان هم يقدموا كره بطريقه مختلفه، وهنشوف ان شاء الله يوم السبت كره ترضي الكل. احنا النهارده بنلعب بكل قوتنا سواء قدام سيمبا قدام الاهلي قدام الكل، بنقدم كل اللي نقدر عليه، وهيكون نفس اللاعبين وبيلعبوا باحترام للمنافس، وان كان بالاخص الاهلي فبالتالي الاحترام كبير، الاهلي ما هوش سيمبا، واحنا هنلعب قدام الاهلي بما نعرفه عن الاهلي وعن روحه الرياضيه العليا وعن قدراته كذلك. صفوف افهم من ده ان صفوف فيتا كلوب كامله قبل مواجهه الاهلي، ما فيش اي غيابات في الفريق؟ في اللحظة الحالية الجروب اللي سافر للسودان هم 23 لاعب، هم نفس المجموعة اللي النهاردة موجودة في القاهرة. احنا بنتوقع ان بناء عن يعني التحاليل الطبية ان شاء الله المجموعة دي هتقدم لنا ماتش كويس،
كل الفريق اقول لك وكل ال 23 موجودين روحهم عاليه، وان شاء الله هيتنافسوا قدام الاهلي بكامل قواهم وبكل الثقه. عايز اسال حضرتك على مباراه العوده، على الاجواء، هل هتتلعب بجمهور او بدون جمهور؟ هتكون الساعه كام بالظبط بتوقيت القاهره بشكل اوضح؟ يعني اجواء المباراه بالعوده هتكون ايه؟ نعم، ماتش العودة في كينشاسا إن شاء الله يوم 16 مارس هيكون بوجود عدد محدود من المشجعين حسب لوائح الكاف، وطبعا احنا هنصرح متوسط 3000 متفرج للاستاد يشيل أكثر من 85,000، لن يكون هناك أكثر من 3000 متفرج، وبالتالي بعتقد أن يعني العدد محدود جدا، كما أني أرى أن ما نقدرش برضه في نفس الوقت أن نمنع مشجعي الأهلي من الحضور، لأن هم الأهلي طبعا متعود على اللعب بوجود مشاهدين وكذلك فيتا كلوب. هتكون الساعة كام يا فندم المباراة؟ لماتش أكل le match de retour. Oui, monsieur. Vous avez... Il est fixé pour le 16 mars. Oui, à quelle heure? À 3 heures de... أعتقد متوقع أن الماتش يكون إن شاء الله الساعة 3 بعد الظهر بتوقيتهم المحلي. بشكرك جدا مستر باتريك بانشاي السكرتير العام لنادي فيتا كلوب الكونغولي. قلنا يا كابتن إيهاب انه كلامه انه هيبقى فيه حضور جماهيري متوسط، يعني هيكون مثلا 3000 من الحضور الجماهيري، مع ان الملعب يعني بيقول بيسعى ل 85,000. شايف الحضور الجماهيري ده في صالحنا ولا لا، ولا مش هيفرق معانا؟ وكمان المباراه على حسب كلامه هتكون العصر كمان. اولا هو واضح من كلامه طبعا، هو عارف ومدرك حجم وقيمه النادي الاهلي، دليل اللي هم جم على طول من السودان على القاهره على طول بالزبط. وبقى لهم فتره ومركزين، فارق معاهم قوي ايام التدريب، وانه ما ينفعش يضيع منه يومين تدريب. هو بيفكر في الماتش بشكل كويس قوي، لان هو من كلامه برده هو ما احترمش فرقه سيمبا بالشكل المطلوب. وقال النادي الاهلي مش هو سيمبا طبعا، النادي الاهلي الفريق الكبير هو بطل افريقيا، فاكيد هو جاي وعامل حسابه على الماتش ده، لان الماتش ده مهم جدا في المجموعه، نقطه فارقه في المجموعه بشكل كبير، لان سيمبا قلب موازين المجموعه بالمفوزين على الفرقتين اللي كانوا مرشحين للصعود عن المجموعه دي كاول وثاني مجموعه اللي هو النادي الاهلي وفيتا كلوب، فسيمبا قلب الموازين بتاعت المجموعه. ففيتا كلوب عمل ماتش برده كبير قدام المريخ السوداني في السودان، اللي هو يقدر بعد ما كان متاخر بهدف اللي هو يحرز اربع اهداف، دي معناها اللي هو فرقه هجوميا عندها قوه هجوميه، عندها سرعات في الناحيه الهجوميه بشكل كويس قوي، فده يعني ده برده يعني فرقه ليها احترامها طبعا، وهي هي كانت الخصم الاقوى للنادي الاهلي في المجموعه، فاعتقد هم جايين مركزين جدا وعاملين حساب النادي الاهلي. اللعب في وسط جمهور كان يعني كان زي ماتش سيمبا، اعتقد دي مشكله بتقابل الاجيال الحاليه في الكره المصريه، لان عدم اللعب في اجواء جماهيريه في الكره المصريه ده بيأثر بالسلب في الماتشات الكبيره اللي بنقدر يبقى فيها ضغط جماهيري، اعتقد بتأثر بالسلب على اللاعب المصري، لان هو بقاله فتره كبيره مش متعود على اللعب تحت الضغوط الجماهيريه، وده احنا شفناه في الماتشات كمان اللي لما بيلعب فرق شمال شمال افريقيا اللي هي المغرب العربي اللي هي تونس والجزائر والمغرب، فلما الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت لعبوا مع الوداد ولعبوا مع الرجاء السنه اللي فاتت، اعتقد كانت ما فيش جماهير، فده كان مدي دوافع للنادي الاهلي السنه اللي فاتت في ظل عدم وجود ضغط جماهيري يعني من فرقه الوداد. اعتقد النادي الاهلي مطالب في فرق في الدوري اللي هو يحاول يلعب في الاجواء بتاعه اللقاء، اللي هي النادي الاهلي متعود يلعب الساعه 7 او الساعه والساعه 5، فاعتقد ان ممكن النادي الاهلي يلعب او اتحاد الكره يعمل كده، الماتشات النادي الاهلي تلعب الساعه 3 في توقيت الماتش عشان لعيبه النادي الاهلي تتعود على الاجواء قبل ما يروحوا لماتش العوده. طبعا نتمنى الاول نحقق نتيجه ايجابيه، او النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه يوم السبت، تفرق جدا في المشوار عشان تقدري يعني تروحي ماتش الكونو هناك بتفكير مختلف، او تروحي انت عايزه ايه من الماتش.
لان اي نتيجه غير المكسب هنا اعتقد هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي وبتازم الموقف. بس ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي وزي ما تعودنا منهم في المواقف الصعبه اللي زي دي بيقدروا يكونوا على قد المسؤوليه ان شاء الله باذن الله. ومع دعم جمهور النادي الاهلي في الايام اللي جايه والتواجد الجماهيري المحدود في الماتش بتاع يوم السبت برضو اعتقد اللعيبه تكون مركزه وتكون على قدر المسؤوليه باذن الله وتقدر تعدي الماتش. من الافضل انه ما كانش يكون في مثلا جمهور في مباراه العوده؟ يعني هل ممكن فعلا جيل علشان يتعود انه يلعب من غير جمهور يمثل له جمهور؟ وحضرتك لاعب كوره بقى وعارف عامل ضغط كبير بالنسبه له الاجواء الجماهيريه اكيد. يعني اللعيبه احنا على ايامنا كان كل الملاعب في مصر كان فيها جماهير. كنا نروح نلعب في اي مكان في مصر كان فيه جمهور بشكل كبير جدا. فتعودنا على الضغوط الجماهيريه، تعودنا ان احنا نلاقي جمهور للفرق المنافسه. يعني انا مثلا في المقاولين ما كانش ليا جمهور الا رابطه معينه مثلا، لكن كنت العب ضد النادي الاهلي، ضد الزمالك، اروح الاسماعيليه، اروح الاسكندريه، بورسعيد، كنت الاقي ضغوط جماهيريه كبيره. في نفس على العكس بقى لما كنت في نادي المصري مثلا كان في جماهير بتأذرني او في ظهري. الضغط الجماهيري مهم، يعني بيأثر بشكل كبير جدا. يعني ماتش سيمبا اعتقد كان في حضور جماهيري كبير، ده اعطى برضو افضليه مع الاجواء الحاره مع الاجواء الصعبه في ماتش سيمبا التنزاني. اعتقد الحضور الجماهيري الكبير اعطى افضليه برضو لسيمبا. كان في شويه يعني مش هقول رهبه، بس لعيبه النادي الاهلي متعوده على الكلام او الضغوط دي، بس الضغط الجماهيري ليه عامل وعامل مؤثر جدا. بس اعتقد 3000 في استاد بيتكلم في 85000 مش هيبقوا يعني مش هيبقوا مؤثرين بشكل كبير. فاعتقد هيبقى موضوع الجمهور في ماتش العوده ان شاء الله مش هيبقى، او الماتش اللي هناك في الكونغو مش هيبقى بالشكل المؤثر بشكل كبير جدا ان شاء الله. طب شاء حضرتك الله. شايف المواجهه بقى فنيا ازاي؟ يمكن انا سالته السؤال ده، عايز اعرف وجهه نظرك. شايف المواجهه دي فنيا صعبه، سهله، محتاجين التشكيل فيها او موسيماني يتعامل معاها ازاي؟ يتعامل معاها بقى نهاجم اكتر من كده؟ هو اقول لحضرتك حاجه، انت النادي الاهلي محتاج يكسب الماتش طبعا، وهو فيتا كلوب برده جاي عايز يكسب الماتش. يعني الفريقين هدفهم واحد، فطبعا النادي الاهلي الطموح والهدف الاسمى للنادي الاهلي هو الفوز بالبطوله. انت مش بتتكلمي عن الماتش بس، انت بتتكلمي فعشان تكسبي البطوله لازم تكسبي ماتش زي ده وماتش اللي هناك عشان تصعدي عن المجموعه فتوصلي لابعد من المراحل وتوصلي للنهائي. فمستر موسيماني اكيد عارف ومدرك مدى اهميه المباراه ومدى اهميه الفوز بشكل كويس في المباراه. اعتقد مستر موسيماني مجهز كل الاوراق المتاحه قدامه باستثناء علي معلول، اعتقد كل العناصر الهجوميه موجوده. ممكن مستر موسيماني يعني او انا اتمنى ممكن الماتش الجاي يلعب اجاي مثلا مهاجم صريح. اجاي اعتقد خلاص هو حجز مكانه في الجناح الشمال، بس ممكن نلاقيه في المركز المهاجم الصريح. طب قول يا كابتن ايهاب التشكيل الامثل من وجهه نظر حضرتك، يعني نتكلم من اول الشناوي. الشناوي طبعا، محمد هاني، بدر بنون، ايمن اشرف، علي معلول على حسب. لو علي معلول مش مصاب، لو سليم هيبقى علي معلول وايمن اشرف وبدر بنون ومحمد هاني. لو معلول مصاب هلعب بياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف ناحيه الشمال، ايمن اشرف ناحيه الشمال. وفي نص الملعب هلعب ديانج وحمدي فتحي، وهلعب قفشه، وهلعب كهربا وطاهر، واجاي مهاجم صريح. اجاي كهربا وطاهر واجاي مهاجم صريح، وهيبقى عندي بقى بواليا وعندي محمد شريف وعندي حسين الشحات، هيبقى عندي عناصر. ما تبداش بشريف. ما هو هيبقى عندي كل ده. لا الماتش ده ممكن مش هيبقى يعني فيتا كلوب ممكن برضو في البدايه ما يكونش فاتح خطوطه، مش هيبقى فيه المساحات الكبيره اللي محمد شريف اللي يقدر يتحرك في. محمد شريف مهاجم سريع بيبقى محتاج يتحرك في مساحات فاضيه كتير، او بيبقى محتاج سرعات عشان يعني مساحات عشان يظهر سرعاته فيها. فاعتقد بس عنده سلاح التسديد برضو. هو مع محمد شريف بيعرف يجيب جول، هو مهاجم بيعرف يجيب جول، بس جونيور اجاي هيبقى هو المهاجم يعني هو انا بشوفه في مركز المهاجم بيأدي بشكل كويس قوي بصراحه. يعني انا من يعني لما بيلعب مهاجم، انا فاكر ماتش مثلا السوبر مع نادي الزمالك لما لعب مهاجم ادى بشكل كبير جدا، وكان يعني اهم عوامل فوز النادي الاهلي بالسوبر الماتش ده اللي جاب جونين وكان بيأدي بشكل كويس قوي. فلازم نستغل حاله الفوقان او الحاله الفنيه الجيده اللي راجع بيها جونيور رجائي، لان هو عنصر مهم جدا مع وجود طاهر، مع وجود كهربا، مع وجود حسين.
النادي الاهلي بقى بيمتلك عناصر هجوميه كتيره جدا تقدر في حلول لو حتى اللي في الملعب مش موفق اللي على الدكه او الاوراق الرابحه اللي على الدكه تنزل تغير من مجريات او شكل الفرقه. فاعتقد ان يعني مستر موسيماني في حيره في الناحيه الهجوميه بس التوفيق بقى يكون حليف المجموعه اللي هو هيختارها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. حضرتك يعني لعبت لاكثر من نادي وواجهت النادي الاهلي اكثر من مره، عايزاك تحطني كده في اجواء انه اللاعب اي لاعب في اي فريق لما بيجي يواجه النادي الاهلي بيبقى التحضير ازاي بدنيا وذهنيا، بيفكر في ايه، بيبقى شايف المباراه دي ازاي ان هو هيلعب قدام النادي الاهلي، مجهود بيبقى مضاعف ليه، بيبقى شايف ان ممكن تكون دي فرصه ليه ان هو مثلا يظهر اكتر، شايف يعني عرفني اكتر. طبعا الفتره بتاعتنا برده كانت ما كانتش كل الماتشات بتبقى بنسبه كبيره مذاعه، لكن هي ماتشات النادي الاهلي والنادي الزمالك هي اللي كانت بتبقى مذاعه بنسبه كبيره. وانا بس كان تفكيري للماتشات كان بيبقى مختلف على حسب يعني مثلا في المقاولين انا كنادي يعني نادي المقاولين ما كانش ليه نادي، ما كانش نادي جماهيري، نادي شركات، فما كانش عندنا جمهور كبير. النادي الاهلي لما كنت اروح العب النادي الاهلي ببقى فرحان ان انا هلعب ضد النادي الاهلي، طبعا ببقى مستعد ومركز جدا هلعب ضد جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هيشوفني في الملعب، هيشوف اللي انا بعمله، فانا بكون مركز جدا. لما انتقلت للمصري لا، انا الوضع بقى بيختلف، انت معاكي جمهور وجمهور بقى متحمس وجمهور عايز يكسب، فبيبقى الوضع مختلف، بيبقى نازل فيكي كمان يعني في يعني 200% حماس و200% روح وقلب، بيبقى الوضع مختلف. سموحه برده ما فيش جماهير، وبدانا بقى نخش في قصه عدم لعب الجماهير. فاللعب ضد النادي الاهلي عامه بيبقى اللعيب بيبقى بالنسبه له بالماتشات الكبيره دي بيبقى حافز وبيبقى مركز جدا اكتر من اي ماتش تاني عشان يطلع كل اللي جواه ويطلع كل اللي عنده، لان كانت نسبه المحللين بيبقى اعلى في الماتش ده، نسبه المشاهده بتبقى اعلى في الماتش ده، مصر كلها بتبقى مركزه على الماتش، فبيبقى فرصه ليكي تعرضي نفسك، تعرضي مهارتك، تعرضي امكانياتك الفنيه العاليه للناس كلها، لان مش كل الناس بتتفرج على الماتشات مثلا اللي هي مش مذاعه، يعني مش كل الناس هتتابع مثلا المقاولين، مش هتتابع، لكن لما المقاولين بيلعب النادي الاهلي فاكيد كله هيتابع النادي الاهلي سواء على بمختلف الانتماءات، فكله بيتفرج على الماتش ده، فبيبقى ليه طابع جماهيري خاص واعلاميا بيبقى ليه منظور خاص، فدي بتبقى فرصه للاعب اللي هو يركز اكتر، يتمرن بشكل اقوى، بيبقى في تركيز كبير قوي قبل ماتش النادي الاهلي. بتتوقع نتيجه مباراه الاهلي اللي جايه وفيتا كلوب ايه؟ لا، التوقع في الكوره يعني انا اتمناها طبعا مكسب النادي الاهلي، اتمنى مكسب بشكل كويس يعني باداء كويس. يعني خلال انك شايف الفرقتين وشفت لا انا اتمنى مكسب طبعا النادي الاهلي، يعني اتمنى 2-0 اكيد، بس اتمنى مكسب للنادي الاهلي، مكسب مريح باداء كويس يطمئن جمهور النادي الاهلي ويعطي الثقه اكبر للاعيبه النادي الاهلي اللي اوريدي خلاص الثقه بقت موجوده فيها. فاعتقد ان يعني النادي الاهلي مطالب بتحقيق مكسب يرضي جمهوره، وان شاء الله يكون على قد المسؤوليه باذن الله. ان شاء الله. عايز اسالك على الدوري المحلي، شايف ازاي المنافسه فيه الموسم ده؟ مين اكتر الفرق اللي لفت نظرك ما كنتش تتوقع انها تكون متالقه في الدوري؟ شايف منافسه صعبه او سهله؟ لا، المنافسه طبعا السنه دي شرسه جدا على بطوله الدوري، فرق كلها في مستويات متقاربه كتير جدا، كل الفرق مستعده كويس، كانت عامله صفقات بشكل كويس جدا، فرقه سيراميكا كليوباترا من الفرق المحترمه جدا اللي بتادي بشكل كويس، الجونه مع كابتن رضا شحاته عامل موسم كويس جدا، النادي المصري مع كابتن علي ماهر عامل موسم كويس جدا باستثناء مباراه الامس اللي كان فيها كلام، مش بيراميدز طبعا عامل فرقه كويسه، نادي الزمالك يظل هو المنافس الاقوى طبعا والمنافس الدائم للنادي الاهلي على اللقب، وهتبقى منافسه كبيره جدا بين النادي الاهلي السنه دي والنادي الزمالك، واعتقد يعني منافسه هتكون في صالح الكره المصريه، والنادي الاهلي عنده مؤجلات اعتقد هيركز فيها بس بعد ما يخلص من المدن الافريقيه وبعد فوزه بيها اعتقد هيعتلي صدارة القمه ثاني. هل بسبب ضغط المباريات دي وتلاحم المباريات بالشكل ده مفروض او تتوقع من مستر بيتس موسيماني ان هو يريح بعض العناصر الاساسيه الفتره اللي جايه؟ مش بتكلم على مباراه فيتا كلوب لانه مش هيبقى طبيعي لو ده حصل، يعني اي مباراه في افريقيا مش هينفع، بس بعد كده انت بتتكلم فعلا عندنا مؤجلات، لو كسبها النادي الاهلي ان شاء الله يرجع لصدارة لمركزه الطبيعي او صداره الدوري تاني. اعتقد ان مستر موسيماني ممكن في الدوري يعني هيبقى في ضغط يعني كل 3 ايام ماتش اعتقد، فدي هتعمل له عبء عليه وحمل بدني شديد مع بطوله افريقيا، برده هيكون مطالب بيلعب في الجبهتين ويؤدي بشكل كويس ويكون مطالب بمكسب بشكل كويس، فدي كلها اعتقد
بالقائمه بتاعت النادي الاهلي او بالسكواد اللي موجود عند النادي الاهلي اعتقد يقدر مستر موسيماني يعمل تدوير بشكل كويس قوي في ماتشات الدوري، يدي فرص لناس في الخط الهجومي في نص الملعب، يدي فرص اكتر. فاعتقد النادي الاهلي في الدوري ممكن، لكن في بطوله افريقيا هو التركيز كله على بطوله افريقيا لان هي الاهم وهي الاقوى وهي المحببه للنادي الاهلي. اكيد بشكر حضرتك جدا كابتن ايهاب المصري، نورتنا الحقيقه النهارده. خليك، وكنت سعيد جدا بوجودي معاك النهارده. بشكرك وبشكر حضراتكم على المتابعة. مباراة فيتا كلوب مباراة مهمة جدا بالنسبة لنا كأهلوية، مهمة قوي ان احنا ان شاء الله نحسم فيها حاجات كتير، الأداء يبقى أفضل بكتير، النتيجة طبعا تكون مرضية لجماهير النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. مشوار أفريقيا من أوله دلوقتي مع موسيماني، لسه الناس كلها بتتكلم على العشرة يا أهلي. كان خليني أفكر حضراتكم ان كان معانا السكرتير العام لنادي فيتا كلوب، وكان بيتكلم على ان مباراة العودة هتكون ب 3000 متفرج وهيكون الساعة 3 العصر. هنكون بإذن الله جاهزين وكلنا ثقة في لاعبتنا وفي الجهاز الفني، وإن شاء الله هنكسب أفريقيا.